بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحل اكسرسايز بهذا الفيديو. راح نحل اكسرسايز 8 بيج 116 بدرس الالكتريك باور اند انرجي للصف التاسع. بيقول لي بالاكسرسايز 8، بس خلينا مراجعه صغيره نكتبها على جنب، انه شو قاعدات هذا الدرس دغري بتكتبون قدامكم، لانه ما حنستعمل غيرهم بهذا الدرس. اذا بدي الباور هي الفولتج ضرب الكرنت، او اذا في عندي ريزيستر بتكون الار ضرب I to power 2. هو قاعدتين للباور. في عندي قاعدتين للانرجي، شو هني؟ هي الباور ضرب التايم، والقاعدة التانية للانرجي إذا عندي ريزيستر بتكون R ضرب I to power 2 times التايم. هو القاعدات تحطون قدامكم بس يسألكم عن باور أو انرجي. طيب السؤال شو بيقلي؟ بيقلي a hair dryer، يعني في عندي سشوار، bears the inscriptions. bears يعني بيتحمل هاي الانسكريبشنز. بالسؤال بيلي what do these inscriptions mean؟ هذا سؤال بيجي بالامتحان الرسمي. هو الانسكريبشن اللي حط لي اياهم هون شو بيعنوا؟ فانا انتبهوا كيف عم بكتبها، هيك بكتبوها بالامتحان. اول واحد هو 220 فولت، فانا بقول له ال 220 فولت is the rated يعني normal، فيني اعتبرها rated، بس استعملوا هالكلمه rated voltage، لانه هي السيمبول اللي لها او اليونت اللي لها في يعني فولتج. is the rated voltage for the hair dryer to function normally، لحتى يشتغل طبيعي. يعني هيدا ليشتغل طبيعي لازم نعطيه 220 فولت. طيب ال 1500 وات شو هي؟ فانا بقول له ال 1500 وات is نفس الشيء بكتب the rated، بس هون شو عندي؟ مش الفولتج، الوات هي الباور. rated power for the hair dryer to function normal، لحتى يشتغل طبيعي لازم نعطيه باور 1500 وات normal. هيك دايما بنكتب الانسكريبشنز، يعني شو ما كانوا، بس انا بدي انتبه انه اليونت هاي لمين؟ هاي للفولتج. الوات اليونت لمين؟ للباور. طيب بالبي شو بيقلي؟ بالبي بيقلي what current، يعني انا عمين عم يسألني عن الكرنت. what current would it carry in normal functioning، اذا كان عم تشتغل بشكل طبيعي قديش بتكون الكرنت؟ طيب انا شو معي؟ معي باور، معي اليو، ومعي البي. لما اعطاني باور يعني عم بيقلي على اي قاعدة بدي اشتغل، حتى ما نخربط بالدروس الماضي. يعني عم بيعطيني باور معناتها بدي اشتغل على قاعدة الباور. فأنا بقول له الباور هي اليو ضرب الاي. هو مين بده؟ بده الاي، بده الكرنت. فبتكون الباور على الفولتج. قديه الباور عطاني اياها؟ 1500 وات. بدنا ننتبه انه اليونتس هولي الاس اي يونت، يعني عم نشتغل يعني بالوات، مش اذا كيلو وات لازم نحولها للوات، ملي وات لازم نحولها للوات. الفولتج قديه عطاني اياها؟ 220 فولت. فبس بنستعمل كالكوليتر، بنقول له 1500 قسمي 220 ايكوال، بنعمل هاي الاشاره 0.68، بيطلع معي الكرنت هي 0.68 امبير، ما ننسى اليونت. طيب بيتحمل بعد لنقول نكمل اكسرسايز 9 بهذا الفيديو. بإكسرسايز 9 شو عم بيقول لي؟ عندي A chandelier، هي يعني هي تريا بفيجر 9، has 15 lamps، فيها 15 لمبة. each lamp، كل لمبة منهم bears بتتحمل the inscriptions، هو المواصفات، يعني كل لمبة بتتحمل هاي المواصفات. يعني للضوء طبيعي لازم نعطيها 220 فولت كل لمبة، ولازم نعطيها 40 وات، أو هي بتستهلك 40 وات لحتى الضوء طبيعي. بيقلي the lamps are connected in parallel، يعني أنا إذا بدي أرسمهم أنا عندي connected in parallel. اللام كيف نرمز لها؟ هاي اللام. فعندي كم لمبة؟ 15 لمبة in parallel، كلهم in parallel. شو الميزة إنه in parallel؟ إنه إذا احترقت لمبة منهم الباقيين بيضلوا مضويين. منكمل، يعني ما أنا ما ضروري، مش طالب مني أرسمها، بس أنا عم فرجيهم شو يعني in parallel، كيف بنرسم in parallel. بيكونوا تحت بعضهم 15 وحدة تحت بعض. فميزة in parallel إنه إذا احترقت وحدة ما بيطفوا كلهم، إذا كانوا in series حط بعضهم
إذا مواصلينه الـ inserious، إذا احترقت لمبة كلهم بيطفوا الباقيين. طيب بيقول لي هول موصلين in parallel. What is the total power consumed by the chandelier in normal functioning؟ total power، الباور كله. نحن كم لمبة أنا عندي؟ بده total power. هلأ خلينا نكتب الـ given. هون معي الـ voltage لكل لمبة عم نقول. هي 220 فولت. ومعي الـ power. أول عم بحكي هون. ومعي الـ power. لكل لمبة يعني لحتى تشتغل لمبة بدها تستهلك أو بتستهلك 40 واط. هو عم بيقول لي كم لمبة أنا معي؟ 15 لمبة. فالتوتال توتال باور شو بده يكون توتال باور؟ هني 15 لمبة وكل لمبة 40 واط، فمنضربهم ببعضهم عندي 0 4 5 20 4 5 6 600 واط. يعني هي هيدي الترية بتستهلك 600 واط لحتى يضووا كل اللمبات اللي فيها. هاي الايه بالبي شو بيقول لي؟ بيقول لي كالكوليت ان كيلو وات بير اور. كيلو وات اور، هلا لما يكون في عندي اور، اور هو التايم، يعني عم يحكيني عن انرجي. هو حيقول لي هون كالكوليت ان كيلو وات اور اند ان جول، يعني باثنين بدنا نحل. ذا انرجي كونسيومد، بدنا الانرجي، يعني الانرجي مطلوبه مني. During 2 hours، يعني أنا معي time هو 2 hours. طيب هخليها بالأور ليه؟ هلأ طبعا الـ SI unit للtime هي شو؟ هي بالسكند. ما هحولها للسكند ليه؟ لأنه هو قال لي طلعي لي إياها للأنرجي، طلعي لي إياها كيلو وات أور، يعني بده إياها بالأور. هلأ هن شو القاعدات لهذا الدرس؟ هي الباور equal الـ U ضرب I، قلناهم بأول السؤال. عندي الباور هي الار اذا في ريزيستر، والانرجي هي الباور ضرب التايم، او اذا في ريزيستر بتكون الار ضرب اي تو باور 2 ضرب التايم. هلا انا هون لانه طالب مني انرجي فمعناتها بدي استعمل هاي القاعده. طيب الانرجي هاي حكتب القاعده، الانرجي هي الباور ضرب التايم. نحن بنعرف الباور اليونت اللي لها وات، الاس اي يونت وات او دبليو لحاله. التايم هي بالسكند، فهيك شو بيصير اذا عملتهم هيك؟ بقوم الانرجي بتكون عندي بالجول، جول او وات سكند، هيك وات سكند مضروبين ببعض. هو شو طالب مني؟ طالب مني طلع انا الانرجي بشو؟ بالكيلو وات اور. كيلو وات اور معناتها الباور بده اياها بالكيلو وات. قد ايه معي اياها انا الباور؟ خليني اكتب انا شو معي جيفن. معي الباور 600 وات، فأنا شو بدي أعمل؟ بدي أحولها للكيلو وات، لأنه هون هو عم بيقول لي بده إياها بالكيلو وات. طيب من الوات للكيلو وات شو بعمل؟ قسمي، لأنه من الصغير للكبير قسمي 1000. فشو بيطلع معي الباور؟ 0.6 كيلو وات، يعني الطرية بتستهلك 0.6 كيلو وات لحتى تضوي نورمال. هاي الباور. التايم شو بده إياها؟ ما بده إياها هون، انتبهوا الوات حولناها للكيلو وات. تايم بده اياها بالاور، قد ايه معي التايم؟ 2 اور. هاي التايم 2 اور. هلا صار فيني شو اعمل؟ اكتبهم هون. فبيطلع معي الانرجي، الباور ما حاخذها بالوات لانه هو طالب مني كيلو وات اور. باخذ الباور 0.6 كيلو وات ضرب التايم 2 اور. فبس بضربهم ببعض بيطلع عندي الانرجي ايكوال 1.2 كيلو وات اور او اتش بس. بعدين قال لي طلعها بالجول. لما قال لي طلعها بالجول معناتها شو لازم تكون؟ هاي القاعدة، لازم الباور تكون بالوات والتايم تكون بالسكند لحتى تعطيني الانرجي بالجول. فشو بعمل بهي الحالة؟ باخد الباور اليونت اللي إلها وات، اي واحدة باخد؟ باخد ال 600 وات، يعني هون بكتب 600 وات ضرب، بدي اخد التايم بالسكند. قد ايه معينا التايم؟ 2 اور. طيب معي 2 اور لحول للسكند. ما ننسى اول شيء من الكبير لصغير بدي اضرب، من الاور للسكند 3600، فبيطلع معي التايم هي 7200 سكند. فانا بكتب هون 7200 سكند، هاي انرجي. بس بضربهم ببعضهم بيطلع معي الجواب، بضرب 600 ضرب 7200 بيطلع 4 3 2 وحد منا 4 صفورة بالجولز.
هيكون خلصنا هذا السؤال. أي استفسار حكوني بالكومنتس وأنا بخدمتكم.